في بداية السنة المالية عندما نقدر إنتاج قدرة الإنتاج في القطاع النفطي ونقدر سعر النفط وفق الأسعار الأسواق السائدة. وعندما أرسلت الميزانية في 31/1 لمجلس الأمة آنذاك كانت الأسعار النفط متهاوية أكثر بكثير من الآن. الآن تعافت الأسواق وارتأت الحكومة وبالتنسيق مع الأخوان في لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بتعديل سعر التقديري للبرميل إلى 35 دولار للبرميل، وهذا يظل سعر متحفظ إذا ما نظرنا الآن الأسعار ما بين 40 و 45 دولار. وبالتالي هذا انعكاس هذا والإجراءات التي أخذتها الحكومة في تخفيض بناء على توصيات الوثيقة الإجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط نتج عنها وضع سقف للميزانية وتخفيض حجم الميزانية. الآن هذه السنة الثانية على التوالي الميزانية في انخفاض عكس السنوات السابقة، ونتيجة هذا كل مدعاة هذا كله بأن العجز التقديري ينخفض. العبرة الأساسية في العجز الحقيقي واللي سوف نعلن إن شاء الله يوم الأحد إذا ما نوقش أو عندنا مناقشة ميزانية الدولة في الجلسة المفتوحة في بيان وزير المالية سوف يعلن الرقم العجز الحقيقي التي تم تحقيقه اللي كان مقدر 8.2 مليار. هناك وثيقة وإجراءات مستمرة إصلاحية كلها وفعلا ترفع من كفاءة خدمات الدولة. كذلك هناك استراتيجية الدين العام سوف نعلن عنها في الجلسة، والمبالغ التي سوف تلجأ الحكومة فيها للأسواق لتمويل الميزانية.